أول حاجة هذا جزء الميزيلي، هذا الدستل لأن في جهة الأوبليك ريدج، ديما نجيل التب في التكاسب وديما نحافظ على مني على المارجنال ريدج. عندي تريانجلر شيب البيز متاعها في اتجاه البكل، أنا نخش من النص وبعدين نرسم. خلاص خشيت في النص، نطلع ميزيلي لعند التب في التكاسب هنا، ديستلي لعند الأوبليك ريدج، وبعدين نمتد باليتالي الاتجاه هذا لعند التب اوف ذا كاس، وبعدين نرسم ملامح التريانجل. اوكي، بعد ما رسمت التريانجل هذا نبدا ننزل في الدبت متاعي. ما تنزلش يا دكتور في اريا واحدة، وانما انزل على نفس الاوتلاين. شن صار معنا؟ صار معنا دروب. ديما الدروب لما تبي تتأكد منه تجيب البروب متاعك وتحطه باش تتأكد ان عندك دروب. مرات الدروب بتكون صغيرة فانت تزيد تنزل فيها شوية شني بالراوند بير باش تكون انف انك تحط فيها الاندو زد بير وتحرك لاترال اكستنشن. احنا علاش قلنا لازم نعرفوا امتى نبدو امتى نوقفوا؟ لانك لازم تعرف لما توصل انت للحظه هي متاع الدروب تون نغير من شني من الراوند بير للاندو زد بير باش ننقص من ريسك البرفوريشن. بعدها وانس انك انت حطيت الاندو زد بير متاعك ومشيت لاترالي، شوف كيف ماشي لاترالي، يا لاترالي بسا. ما ننزلش نجري وناخذ الفايلات متاعي ونقول خلاص نبي نشوف شني، نبي نشوف القنوات، لا، وانما نعم وانما نحط صوديوم. صوديوم وظيفته بينظف الدبرس، صوديوم وظيفته بيزيد يوريني ان هل الماب متاعي واضح والقنوات كلهم طلعات، والا بنزيد شوي. واضح هيك كلام شوش. شوش هيكي واضحة. يلا شوفوا معي الكنال، هذه البلتل طلع منها خط للديستو باكل، طلع منها خط لشني للميزو باكل. بعدها حنكتشفوا هل احنا عندنا ام بي 2 او لا. اوكي، با نزيد شويه في الزوم ونقول لك كيف تعرف الكرايتيريا هل انت عندك ام بي 2 او لا. درتش تنظرن سوا، خليكم معي. كيشيني لا غير الضي، وانا عارف طفينا الضي ترى.
لو تبي تعرف وين بوزيشن الام بي 2، الام بي 2 يا دكاتره جي قدام الام بي 1 بحوالي، واضحه مش مدغشة ولا جي قدام الام بي 1 حوالي من 2 ل 3 ملي في اتجاه البارتل. يعني هذه الميزوباكل 1 وهذه البارتل، هذه الميزوباكل 1 لو في ام بي 2 ما بتلقاها في الاريا هذه. هي كيف بنعرفها دكتور؟ اول حاجه لما تكون المسافه ما بين البارتل والميزوباكل قريبه معناها الام بي 2 حتكون نسبتها اقل. هذه حاجه. الحاجة الثانية بتجي تشوف الماء بهوا، هل في شادو في اتجاه من 2 ل 3 ملي او لا، ونقعد نجرب فيه حتى بشني بالبروب نتاعي. نزيد في الزوم شوية. هذه الام بي 1 والماب كلير واضح وما فيش شادو. نزيد نتأكد بالفايل، نقعد نمشي ماشي بالفايل بالشكل هذا. لو الفايل صار لكتش معناها دخل في بلب تيشو اللي هي الام بي 2، لو ما فيش معناها هنا ما عنديش ام بي 2. لا خلاص، معناها احنا في السنة هذه كم عندنا قناة؟ واحدة ميزوباكل ديستوباكل وبارتل. تمام دكاترة.